الأسبوع الماضي قلت إنك ما كنت راضي على أدائك، اليوم كيف رأيك على أدائك خصوصي إنه أخذت 3 ياس؟ لا كمغنى ما بعتقد إنه هالمغنى كان واو، بس يبدو يعني الشيء اللي عملته على المسرح كان شيء مقبول لدى اللجنة. أنا كنت راضي عن حالي إنه شوي يعني الغنية هذه واثق منها وهيك، بس وصلت مأخر على المسرح ضيعنا بالكلام شوي وضيعنا بالريتم وضيعنا معنا الست نوال، والست نوال كمان يعني أنا بدي أعتذر كثير من الست نوال، بحبها وبموت فيها وكنت يا ريت حابب بيض لها وجهها أكثر من هيك، بس صار اللي صار. كله منيح خيي طلال، لك طول بعمرك، شوفوا شوفوا المحبين، هي الكلمة الطيبة. لا يا أبارنا يا أبارنا، طب لنرد لك الأجر، لنرد لك الشفة. عن جد هي الكلمة الطيبة حلوة، بتشكر كل اللجنة على الكلام الطيب اللي قالوه، هالكلمة البوزيتيف، إن الله راد مرت الجاي بعد حنعطي أحسن من هيك. ثانكس.